قال ممثل منظمة العفو الدولية في جنيف إن نحو 1090 شخصاً قتلوا في الفترة ما بين 14 و18 من شهر أغسطس الماضي خلال فض اعتصامي رابع والنهضة، وأضاف أن كثيرا منهم سقط جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة، وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والتعذيب. موقف المنظمة يأتي بينما جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعوة أمس لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف. لطالما تحادثت جهات رسمية مصرية عن تحقيقات مستقلة في تجاوزات وعمليات القتل التي طالت المئات من المتظاهرين المصريين في الشهرين الأخيرين. لم يرى الشارع المصري ولا أمهات من قتلوا من ذلك شيئا، ولأن الجريمة لا تسقط بالتقادم تستجمع منظمات حقوقية كثيرة ملفاتها لمتابعة المتسببين فيها، وإن تلكأ الكثير منها حسب مراقبين. منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في حوادث قتل ارتكبتها قوات الأمن المصرية، وكذلك في وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق حرية التعبير والتظاهر. وقالت المنظمة إن عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط. في الفترة بين 14 و18 من أغسطس آب قتل 1089 شخصا، وكثير منهم جراء استخدام قوات الأمن للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة مع الموقف وغير المبررة. أمنيستي أشارت إلى أن التحقيق الحيادي ضروري، كما هو حال الحق في الحصول على محاكمة عادلة، والمحاكمة العادلة تبدأ باحترام الحق في الحياة. داخل إحدى المحاكم يترافع، إنه خالد علي، محام ومرشح رئاسي سابق، يدعو ساسة مصر لتذكر الحق في الحياة وماذا يعنيه استخدام أدوات قاتلة في وجه شباب متظاهرين. يشوفوا يعني إيه حقوق وحريات مش إحنا اللي بنطالب بيها، ده السلطة القضائية اللي الدستور وضعها لهذا الأمر، اللي تقول لهم يعني إيه الحق في الحياة ويعني إيه استخدام أدوات قاتلة في مواجهة شباب خرج من أجل الثورة يهدد أول ما يهدد الحق في الحياة. ولأن الانتصار لقيم العدالة فوق اعتبارات الاختلاف السياسي، تحدث الرجل عن رابعة وعن الإخوان. وإحنا إذا كنا واقفين في القضية دي عهد علي وعلى زمايلي اللي موجودين هندافع عن كل الشهداء اللي ماتوا، حتى شهداء الإخوان المسلمين اللي ماتوا في مذبحة رابعة، مذبحة تمت في رابعة هندافع عنهم. العدالة في وضع انقلابي هي الغائب الأكبر وفق الرافضين للانقلاب. تتحدث تقارير عن إقصاء سياسي وتنكيل أمني بالخصوم السياسيين والمتظاهرين الرافضين للانقلاب، فتشير إلى محاكمات عسكرية كان الرئيس المؤقت نفى وجودها أصلا. لم تتم إحالة مدني واحد إلى القضاء العسكري أو لمحاكمة عسكرية. فقبلها كانت محاكمات بالسويس، وصدرت أحكام عن المحكمة العسكرية بحق عشرات من المدنيين بعد جلستين فقط وبلغت حد المؤبد، ما دفع 4 منظمات حقوقية مصرية بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإدانتها، ولكن طلبوا بمحاكمة المعتقلين أمام محاكم مدنية. وجه آخر للانتهاكات ارتبط بالحرية الصحفية، فالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رصدت بين نهاية يونيو حزيران وحتى نهاية أغسطس آب الماضيين 112 انتهاكا للحرية الصحفية من قبل أجهزة الأمن المصرية وبعض المتظاهرين.